ابو عامر الضيوف قربوا يوصلون وانت ما صلحت المغسله اللي تهرب مويه، متى بتكلم السباك؟ يا سلام، هالمغسله اللي انت شايتين همها، اعطيني المفتاح حق المغسله ذاك واصلحها هالحين بخمس دقايق ويصلح. اترك زابن هنا وانا قاعد ادورك. من ذولا؟ هذول الله يطول عمرك والسلامة، شباب سعوديين لهم تطبيق بالجوال، ترسل لهم اللوكيشن ويجون لين موقعك ويغسلون السيارة ويزبرقونها ويزبطونها. كفو والله، يمدي اغسل الهلي. والله يمديك ويستبونه بعد. اتحداك الشباب السعودي. نعم يا راجل. احرقتنا. خل اكلم هالولد، خليه يجي من سباك يصلحه. نعم الله. سمي باص، تبي سباك؟ ايه ابي سباك، ايه جيب لي سباك. اسمع ابشر بعزه. اسمع عندنا رجال يجينا في الليل بسرعه، ولا تجيب لي براس الشارع. يحضر لك احلى سباك. للاسف ما يمديني اغسل الموتر، ابوي يبي سباك. ابوك يبي سباك؟ ايه. حضر لابوك اطلق سباك وانت جالس هنا. لا تقول للسباك اللي في حارتنا باخر الشارع، ترى ابوي ما يوديه. لا يا ابن الحلال، في تطبيق جديد بالجوال، تطلب سباك ويجيك للمكان اللي تبغاه. اوف، يعني يمدينا نغسل الموتر؟ نغسل ونغسل ابوه بعد. كفو يا الذيب. فعليك، واي شيء تبغاه انصحك تطلبه من تطبيقات، ها؟ والحين بطلب لابوك واحد ونروح للبيت. اموت انا في التطبيقات. طيب طيب. من انت؟ انا في سباك. من جابك عامر؟ وين هو عامر؟ انا في طلب تطبيق، انا يجي على طول. تطبيق؟ إيه. سباك زين ولا والله انك؟ زين؟ اه ما يتبرع كده خلص. يلا الله يعطيك الف عافيه. بس الحين ابيك تسوين لي بيديكير ومانيكير. بس انت طلبتي في التطبيق مكياج بس، ممكن تدخلي مره ثانيه وتطلبي بيديكير وتجي لك واحده غيري. انت شارب المخزي انت؟ وشو؟ يعني التتن؟ لا والله الدخان هذا ما أعرفه ولا أحب أشم ريحته. وعساك ما أنت براعي سفريات وروحات وجيات. لا طال عمرك، أنا من البيت للمسجد للدوام. ما شاء الله ما شاء الله. كم خلي أختك تجي. أصبر يبا، قبل ما تجي أختي أبا أفحص التطبيق. أقول لك قم نادها لا تمشينا مع الرجال. وراك عجل يبا، ثواني بس. اوف التدخين 23 سجارة باليوم. انا؟ ايه انت. ريح ريح بس. السفريات مصر، تايلاند، البحرين، المغرب، بنغلاديش. حتى بنغلاديش ما خليتها، اكثر من 50 سفرية يا ورع. يمه مو كأنه تأخر. يا بنتي يا بنتي اهدي شوي، لا توتري نفسك، تلقين ابوكي جالس يسأله وانت تعرفين ابوكي حريص. عجيب والله، وش السالفة أنا أبوك؟ يبا الرجال طلعت سذوب، راعي سفريات وراعي تتن وراعي بعد ها؟ ويبي يعرس على أختي. ما يخش إلا هو البعيد. قم اذنب، قم قم اذنب. هالحين وش أسوات؟ أختك متجهزة وتنتظر. نقول لها لما تقدم لك داش الإسلام. ولا يهمك يبا، عندي لك تطبيق عرسان على كيف كيفك، ثواني وجاهز. عجيب والله، وش ذا اللي جاهز ذا؟ ابى احضر لك الخطاب هنا، تنقل اللي تبيه. ثواني. هاي انا فهودي، حاب ارتبط. ما يخص الا انت الناس بهالاشكال. انقلع انقلع. كش عليك. اللي بعده. اسمي طاحوس، مهجد الحواري، يلقبوني يا ابو عرب، مؤهلي سادس ابتدائي. شنو؟ ايش له وداها برا؟ وش الاشكال هذه؟ ابى اشيله بس علشانك يبا. قم اذن، قم قم اذن. اللي بعده. عامر كفته، وش عندك تبي تعرس؟ ياوه
يشرفني أناسبك. وحنا ما يشرفنا إنك تناسبنا. دزها للاستراحة. دحين مروح. ما في زواج. ما في زواج. دزها يلا. انقلع. اللي بعده. مشاري 26 سنة أعمل في التدريس وجاي أخطب كريمتكم. ما شاء الله ما شاء الله، هذا ملف نظيف، لا سفريات ولا يتتن، ومدرس البطل، ينام بدري ويقوم بدري. أجي أروح نعد أختك. أبشر بعزك يبا. هذا مين؟ وين بدر؟ بدر هذا طلع ذا الإسلام، ما خلى ديرة ما راح لها، حتى بنقراتش رايح لها ويتتن بعد. بس يبا بدر نحيف وهذا ما يخالف. أنا أبوك الدب ينحف، بس إنه ولد ناس. ودنا يا ولدي يا مشاري تعرف عليك أكثر. يشرفني يا عمي. سلامات نفسيات انتم، كل واحد قاعد على الجوال، بلاي ستيشن بلوت حركات. يا ابن الحلال تبلي صدق، ملينا من بعض بس طحتك على برنامج دردشه وسواليف وحركات حلوه. ها اتحداك، وش البرنامج يا عيال؟ كيف الوضع؟ انا جيعان. شرحك سره ما يتجوع. ها يا عيال ايش تبون تعشى؟ نواشف. وتضحك بعد يا ورع، اقول لك ما يتجوع تقول نواشف. هاي ايش رايكم في معصوب يا عيال؟ شيء اما معصوب، معصوب يجي. لا لا معصوب تعالي الليل، ما جوك ماشي. ما احبه. طيب عندكم تطبيق قوي جدا يحط لكم اطلق الطبخات، واطبخوا انتم. ها عاد انتم اختاروا، الحين بحط لكم شيء واختاروا. كافو يا الذيب. يلا شوف. دقيق مندي على الشرط، دقيق مندي على الشرط. تشتي مندي يا عمي؟ شاي لوز مثل اللوز، كم نفر تشتو؟ ها مندي يا عيال، كل يوم مندي رز مندي رز، ما نبغى يا اخي. لا ما يجي. طيب بغيره بغيره. ابغى خلطة ملتة؟ معلش خشيت على مواد البناء، معلش. ايه لا تحسن مستراحتنا، طلع الخلطة ذي برا. اوه مارسا زيادة باتنيك انك رام سبعتو اوازو تنيك انك سمجاتم؟ اه فقي ما تاش كورتي مورتي انت. خلاص اشكش عنه عنه، غيره غيره. اعلى والله بالشاورما البطلة، شاورما يا عيال. يجي كم حلو بدك معلم؟ ثمانية. شو بدك ياهم، صاروخ ولا عربي خبز صاج؟ شو بدك فيهم؟ شطة كتمانيس. القم العشا كايف يا عيال اليوم. اي والله صدقت كايف، بس تقيل شوية. خل عنك سكش، يبيلنا نلعب ربع بلوت قدام، بس نستنى عامر وكفتة بس يخلصوا. انا ماني بلاعب، ابى اخلص للصكة مع كفتة وبس للبيتنا. إنة الله ولا منة خلقه، تطبيق خوي بلوت ينهي أم الموضوع. أتحداك يا شيخ. شف الحين بوريك أكثر من واحد، واختر منهم واحد خويك. أوكي. ها وش رايك؟ ما يجي غيره. ها بس هو ده. ها متأكد مو بتقول إعلامي مدري إيش تتصرف الموضوع؟ أقول وزع بس. هلا بالخوي دندن بس. الأول بس بس آنو آنو فوجهك يا بويا، سر يا فقي. طيب ما في عشاء قهوة شاي؟ أسري. هلا بريحتها لي، هلا بكل لي، طول العمر طول الدهر. شلون اضبط هذي؟ مالي الا الغالية دايما تفك الازمات الله يحفظها. شكلها نايمة.
لقيتها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف سلام عليك، طلبتني. إيه طلبتك، أبيك تقطر لي ذي بعيني. حاضر. ارفع رأسك شوية. ما فيني، أطلب تطبيق ارفعني ولا تقرب لي. لا أقرب لك أنا على إيه؟ أعملها دي. قرب. كفو. ألف سلام عليك. الله يسلمك. لو سمحت يا الحبيب. أمرني. لا بس أبيك تطفي النور وانت طالع. من صلاحياتي، صلاحيات تطبيق تاني. هذا نظامك. وشيله هالخساير وهاللبات اللي شاعة. دب. هذا يبى تطبيق اسمه قهوجي. أبد أنت إتك وهو يقوم بالواجب. لا طبعا الواجب أنا أبوك. ولد أبو سعد بيتزوج الليلة. وأنا والله حاسس إني تعبان ومن هد حيلي ما فيني شدة. أبد يبى أنت ريح وأنا أحل لك الموضوع. ألف ألف مبروك طال عمرك. أنا بدين عن أبو خالد، عسى الله يسعدكم ويبارك لكم. أمين يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. مبروك. الله يبارك فيك. أنا جايك من طرف أبو عامر وهذه عانية من عنده. وش ذا المحزيم يا ولدي؟ هذا من طرف فلان وهذا من طرف علان، ولا واحد من ربعنا جاء. كلهم تأذروا لا بارك الله فيهم ولا في تطبيقاتهم. صدقت، والله يكفينا الشر الجاية يا ولدي. آمين. وش الموضوع يا أخوي؟ هذا التطبيق يحملني موجود في الجوال، يرسل لك واحد يشيلك إلى المكان اللي تبي. كرمكم الله وتصبحون على خير. يا ابو يا فاتك امسك على كل مرات خالتي في امريكا على الفيسبوك كده دردشه تيك 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 تيك. يا ابو يقول لي عندهم تطبيقات شيء خرافي مو زي تطبيقاتكم دي يا ابو كلب. ايوه وش بعد؟ يقول لك في تطبيق زي كده تصحى الصباح يا ابو تبغى فطور تمسك الجوال تسوي تيك اللي انت قدام النهر يا معلم. اخس السمك تشوفه زي كده. ايه اللي يبغى فطور اللي يبغى فطور يتكلمون بعد. يا ابو يا شيخ خرافي اقول لك وقت الغداء تعال زي كده سوي بالجوال كده بس تيك اعطيه واحده كده اللي انت فوق الجبل يا معلم. سلام عليه. الغيوم جنبك هنا. السلام. ويش بعد؟ من هي ذي؟ يما هذه فاشينيستا. وش الفاشينيستا؟ فاشينيستا هذول يلبسون يعني يورونا شلون ننسق الملابس. جبتها عن طريق تطبيق اشتري لي تعال شوفي. ما شاء الله. العشاء يا ابا العشاء ايش تبغى ايش ما تبغى بس انت دق الزر يوديك المكان اللي تبغى. مشوي ما مشوي سمك السمك اللي يتكلمون ينشون ذولي كل شيء يا ابويا. لا في تطبيق ثاني جديد حق سيارات. ايوه بو ايش اقول لك يا ابويا السياره 8 سلندر يخليها 6 سلندر ما شاء الله تبارك. تصير 30 حصان بعد يا شيء يقول لك قوي جدا. طيب خلصت؟ ايه. طيب انا شايف حاط فرقه داهن شعري بزيت انا حاط نقطه هنديه بنقالي عندك انا مصدق الاشياء ذي انا امزح معاك يا خوي. لا يا شيخ الحين تمزح معاي ها. طيب مو مشكله شكلك جوعان وتبي اكل ها. اطلب لنا من حق الشاورما حق امس. ايوه حاجبك مره. اوكي هو طيب ايش جوك شاورما الحين بس تبيها فوق النهر ولا تحت الجبل؟ شوفي مثلا الحين هي تختار لنا الملابس على ذوقها احسن من ذوقنا بعد عرفتي. خليها تروح سوق الحريم وتجيب لي جلابيات مثل ما جابت لي لين هنا. ايوه طيب دقيقه ونختار من هنا. اي 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 دقيقه دقيقه
الحين وش عجبك؟ أي واحد؟ هذه الحمرة. هذه؟ أيوة. تم. سهم يمين، سهم يسار، يسار، سهم يسار، سهم يسار. ربع عمرش، عمرش، عمرش. أروان، أروان، علق على أروان، رجع، علق على أروان. روح، 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 روح. إكس دائرة، 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 دائرة. أوكي. ربع، ربع، ربع. هي. جول. أتحداك يا شيخ. القم جاك الأول. يا بنتي انت بنتي يوه انت بنت يا بشيخ وينك ولا اللعب وينك ولا اللعب يا بنتي وجه حمر الربع والله وجهك حمر اعترف جايب واحد يطقطق علي بعد كنت بجيب رابطه بس قلت انت ما تستاهل الا واحد بس يطقطق عليك طيب طيب اضغط اكس اضغط اكس اضغط اكس ام عامر يا ام عامر عامر نعم يا ابو عامر انا كان واحد يروشني وين اللي راح اللي روشي وين راح انا بعد جايبه واحده تاكلني واختفت عجيب يلا يا عيال بعد اذنكم بدري بدري من عمرك يا ورع بسم الله سلامات سلامات جاك شيء ما جاني شيء انا اوريه ما عليك يا خوي دحين اطلب من تطبيق معضل واحد يفقع وجهه يا عيال التطبيقات اختفت عندي وانا بعد وانا كمان يا خوي النت عندي فاصل يا اخي جيب لي حل جوال يا اخي التطبيقات ما تشتغل وانا بعد ما تشتغل لحظه يا شباب يا شباب لحظه المشكله مين في اجهزتكم المشكله في الشركه نفسها وقفت التطبيقات والانترنت نهائيا رجعت التطبيقات يا عيال رجعت اركب بديتك احنا شباب